يشمل رأس المال الأساسي، رأس المال المدفوع والمتمثل بالأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل، والأسهم الممتازة غير المتراكمة الأرباح، والاحتياطيات المعلنة أو المفصح عنها، وهي الاحتياطيات التي تنشأ من الأرباح المحتزة وعلاوة الأسهم المتحقق خلال السنة من أرباحها الصافية إلى حساب أرباحها المحتجزة، والاحتياطيات العامة والاحتياطيات القانونية. أما رأس المال التكميلي فيشمل الاحتياطيات غير المعلنة واحتياطيات إعادة تقييم الموجودات الثابتة والديون طويلة الأجل لأسهم الأوراق المالية والاحتياطيات العامة لخسائر القروض. أما الموجودات المرجحة بالمخاطر فهي تمثل سندات الشركات التي تكون مخاطرها أعلى من غيرها مثل النقود والسندات الحكومية، والتي تكون مخاطرها 0%، حيث يتم طرحها من إجمالي الموجودات لأغراض حساب كفاية رأس المال CRAR. وتؤكد كافة اللوائح أن النقد في الصندوق والسندات الحكومية مخاطرها 0%. والقروض السكنية أي القروض العقارية نسبة مخاطرها الترجيحية 50%، وباقي أنواع القروض نسبة مخاطرها الترجيحية 100%. وفيما يخص المصارف الإسلامية، ولكونها تختلف عن المصارف التقليدية في طبيعة أنشطتها واستخداماتها للموارد واختلاف هيكلية تلك الاستخدامات، فإن لجنة بازل لم تراعي خصوصيتها في مقرراتها في بازل واحد وبازل اثنين، لأن عملها الاستثماري قائم على أساس المشاركة في الأرباح وفق مبدأ الربح والخسارة، وكذلك صيغ التمويل في جانب الموجودات حيث كان آخر معيار معدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية صدر في نهاية عام 2013 ضمن معيار بازل 3. ثالثا، مضمون الاتفاقية الثانية بازل 2 في 2004. في نهاية التسعينات من القرن الماضي بدأ التفكير في تعديل مقررات بازل 1، واتجه التفكير بأن لا يقتصر العمل الرقابي على مراجعة الحدود الدنيا لكفاية رأس المال، بل تعداه إلى انتهاز فرصة التعديل لمعالجة المشكلة الرئيسية للبنوك وهي إدارة المخاطر. واتجه التفكير إلى تقديم الحوافز للبنوك للارتقاء بأساليب إدارة المخاطر والتوسع بأهداف الرقابة لضمان استقرار النظام المالي بمجموعه، وليس مجرد ضمان كفاءة رأس المال في كل مصرف وكفاءة إدارته. من أجل ذلك تم تصميم الإطار الرئيسي لمقررات بازل 2 على أساس التعامل مع التعقيدات والمتغيرات الجديدة والمتجددة بإدارة المخاطر وضمان استقرار النظام المالي، مضاف إلى ذلك تحسين جودة متطلبات رأس المال لتعكس الوزن الحقيقي للمخاطر الجديدة التي تتعرض لها البنوك. ذلك ارتكز الإطار الجديد لمقررات بازل الثانية على 3 دعائم أساسية، وهي الدعامة الأولى هي دعامة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وتحدد هذه الدعامة المتطلبات الدنيا لرأس المال الرقابي، حيث صنفت هذه الاتفاقية المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى 3 مجموعات رئيسية هي 1 المخاطر الائتمانية، 2 المخاطر التشغيلية، 3 مخاطر السوق. الدعامة الثانية هي المراجعة الرقابية لمتطلبات رأس المال، وهي مراقبة البنوك من قبل الجهات الإشرافية لضمان التزام البنوك بالوفاء بمتطلبات رأس المال، وذلك لأهمية دور الرقابة في التأكد من كفاية رأس المال وكفايته لحجم المخاطر الإجمالية التي تواجهها البنوك وتناسبها مع الاستراتيجية التي تنتهجها للتعامل مع تلك المخاطر. كما أن الرقابة المستمرة تتيح للجهات الإشرافية إمكانية التدخل في الوقت المناسب في حالة عدم تغطية رأس المال أو عدم كفايته لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك. إن لجنة بازل الثانية تستهدف من خلال هذه الدعامة ليس فقط السماح للبنوك بالحصول على رأس مال كافي يغطي مجموع المخاطر التي تتعرض لها وضمانها، بل لتشجيعها على إعداد واستعمال أفضل التقنيات الرقابية
وإدارة المخاطر، وتحاول هذه الدعامة معالجة بعض الأخطار والجوانب التي لم تعالج في الدعامة الأولى، مثل خطر التركيز على القرض وخطر سعر الفائدة في المحفظة البنكية والخطر الاستراتيجي. كما تهدف هذه الدعامة إلى تكييف العمل المصرفي في تطبيق المناهج المتقدمة المستخدمة في الدعامة الأولى، مثل منهج التقييم الداخلي لخطر القرض ومنهج القياس المتقدم للمخاطر التشغيلية. لذلك يتوجب على السلطات الرقابية ضمان توافر هذه العناصر عند منحها اعتماد للبنوك. بناء على ذلك يستوجب على السلطة الرقابية تقييم مدى جودة الإجراءات المتبعة من قبل البنوك والحكم فيما إذا كانت الإجراءات المتخذة تجاه أنواع المخاطر المختلفة مناسبة أم لا، والتدخل عند اللزوم دون أن تحل هذه السلطات محل مديري البنوك أو أن تمس جدارتهم وأهليتهم للقيام بأعبائهم وواجباتهم، إذ يبقى مدير البنوك هم الأكفأ والأفضل في مسألة تقييم وتقدير المخاطر التي تواجههم في إدارة بنوكهم.